السلام عليكم. أني من جيل الألفين، صرت سنة الألفين، وهسه وايد أسمع على الألفينات محظوظين، الألفينات يتزوجون من وقت، بس هو مو صحيح. كل من ونصيبه. أنا مريت بتجربة كانت غلط من البداية، لأن فكرت فيها لأن هو غني الولد، فقلت هاي فرصة. بداية حياتي أنا يعني وعيت، وإحنا بأربيل، إحنا كنا أصلا من بغداد، بس بالطائفية، إحنا كراد سنة، فصارت طائفية، تعرفين فرقت بين الناس. فأهلي يعني أصلنا من أربيل، ورحنا هناك، عشنا هناك، ما كان علي فرق، لأنه إحنا يعني أهلي يحجون، وأنا اللغة صحيحة، ما عندي مشكلة بيها، والدراسة نفس الشيء. بس بعدين من وصلنا بالإعدادية، أمي قالت لازم نرجع لبغداد على مودكم، على مود الدراسة، على مود أشوف لكم كلية مناسبة، أو تعرفين فرق الأسعار هنا أنا أفضل من هناك. أنا هالفترة حياتي طبيعية، وبالعكس يعني عايشة أفضل من هواية غيري، لأنه هناك حياتنا حلوة، نروح نسافر، نروح يعني مصايف، حياتنا كلش حلوة. جيت بغداد كان ب 2017، عمري 17 سنة، يعني بالإعدادية، وأنا رحت علمي، ردت أكون مهندسة. فأفكر فقط بدراستي، ما عندي أي شيء ثاني، ما عندي مواقع تواصل، لا عندي فيس، لا انستغرام، وقت أكثر شيء الفيس، أنا ما عندي هذا الشيء. أهلي عندهم، بس إحنا مانعيننا من هذا الشيء، لأن نفكر بدراستنا. الحمد لله والشكر، يعني بعد طلعت معدل، وهذا المعدل أقدر أروح بيه، بس ما يطلع لي الاختصاص اللي أريده. أنا ردت هندسة وردت تصميم، فرحت كلية أهلية وبديت أدرس بيها. بهاي أول سنة، أول ما دخلت الكلية، بعد ارتاحيت، يعني صار علي الضغط أقل. صح الدراسة صعبة، مو مثل يعني البقية، وإحنا أصلاً الهندسة مظلومين، لأن ماكو فرص قليلة بالتعيينات وبالاختصاصات. صح الدراسة صعبة، بس أنا شوية صار أفضل حياتي. سوت لي على الفيس وعلى انستغرام، سوت لي يعني حسابات. إحنا عادي يعني، مو مثل بقية يعني البنات. أنا أول ما دخلت يعني كنت عادي أنشر صوري، ما عندنا مشكلة، لا أهلي يعطيهم هذا الشيء مانع ولا عيب ولا أي شيء. وأنا الصور اللي أنشرها يعني صور حلوة، وأنا أحب التصميم، فاللي أشياء اللي أنشرها يعني أخذ أفكار غربية، أخذ صور يعني كلش حلوة ملفتة، هواي ناس ظلت تتابعني، صارت عندي متابعة هواية، حتى ظليت أنشر باختصاصي، أنشر يعني على الديكورات. يعني حياتي كانت عملية، وبنفس الوقت إنه هم ترفيهية، يعني ما كان عندي مشكلة. بالنسبة لمسألة الإنترنت وكونه صار الساحة الأولى في مجال اهتمامات الشباب أو المراهقين أو اليافعين أو حتى الكبار، لأنه يرجع بمردود مالي كبير للأشخاص. بالبداية كانوا الناس يدخلون مجرد يريدون ينشرون أفكارهم، ينشرون يومياتهم، يشاركون الآخرين بجزء بسيط من حياتهم اليومية وجزء بسيط من ثقافتهم المجتمعية، سواء كانوا عرب، مسلمين، أجانب، غير شيء. هذا الشيء بعدين يعني قاموا يشوفون أكو ناس قامت تصعد بسبب حادثة معينة، إحنا نسميها ركوب الموجة أو هيك شيء، قام يصير عندهم عدد مشاهدات عالية، عدد متابعين كثار. بالنتيجة كان أكو شيء ما منتبهين هم عليه، إنه بيها مردودات مالية. كان أكو جهل بالموضوع بالبداية حول هذا الشيء، حتى كانت أكو ناس عندها متابعين قد يصل للمليون أو يصل 600,000 أو 500,000، وهو ما يعرف كيف يحصل هاي الفلوس، بحيث من تتصل به شركة اليوتيوب ما يصدق، يقول له تعال خذ درع اليوتيوب عندك 100,000 متابع، أو صار عنده مليون تعال خذ درع اليوتيوب عندك مليون. قام يستعين بناس آخرين، مصممين برامج، مصورين، وهكذا. ما صار الموضوع حاليا، ايش قد ما الانسان يقول عندي رساله اريد انشرها، لكن يرجع بالنهايه اكيد راح يحتاج مردود مالي حتى يطور محتواه، يطور قناته عن طريق الاموال اللي راح تجيب الانترنت، وهكذا. هسه
خلال هاي الفترة وأنا بالكلية يعني حياة حلوة، ماكو أي مشكلة، وضعنا إحنا زين، يعني وضعنا بيت عندنا، ما كان عندي أنا سيارة، بس يعني وضعنا تمام، كليتي مصاريفي أهلي متكفلين بكل شيء، وأنا حياتي طبيعية. حد ما تعرفت على شخص على الانستغرام، ما كان أباوع له إنه هو شنو هو، حتى ما داخل البروفايل ولا شايفة أي شيء، بس يحكي يناقشني بالأشياء اللي أنشرها، لأن هو مادة هندسة بس هو اختصاصه يختلف عني، بس يناقشني بالأشياء اللي أنشرها. أنا أحب هذا الشيء، فثقافة شوي شوي الكلام بيناتنا زاد، يعرفوا أنا وين أي كلية، لأن أنا أنشر ستوريات يعني بالكلية وصديقاتي المكان الموقع، فقال راح أجيكم زيارة أنا وأصدقائي. قلت له هلا بيك عادي، فأجوي فتعرفت عليه وشفته، كان خوش ولد ومبين عليه يعني أنيق ومرتب، ويعني كل البنات انتبهوا عليه. يختلف كان مواقع التواصل الاجتماعي صارت أقصر طريق للزواج وأقصر طريق للطلاق، يعني مثل ما هي تساعد على الزواج تساعد على الطلاق، لأن اليوم أني بمواقع التواصل الاجتماعي ما راح أطلع إنه العيب مالي، ما راح أطلع الحالة النفسية مالتي، ما راح أطلع الأشياء المزيلة أنا أسويهن، أكيد أخذ لقطات بأفضل أماكن أروح لهن، أخذ لقطات وأنا بأفضل أحوالي بأفضل حالة نفسية، فمن راح أنشرهن؟ راح أوهم الغير إن كانت أنثى أو ذكر. الأنثى راح تأخذ صور بأجمل ما هي عليه، احتمال هي مو بهذا الشكل أو مو بهاي الراحة أو مو بهاي الشخصية اللي هي تبينها على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك راح مثل ما تقول ترمي الطعم للشاب اللي هو شاب مراهق، شاف بنية حلوة، شاف إنه حياتها حلوة، شاف تصرفاتها حلوة، راح ينقادلها وراح يظل تتحرك مشاعره تجاهها أو هي تتحرك مشاعره تجاه الولد، إنه منشوفه ينشر بالجيم، ينشر بالمسبح، ينشر بمطعم راقي، ينشر، فراح تتحرك مشاعره، وخاصة إذا كان الولد حالته المادية زينة، يعني اليوم ينشر صورة هو وسيارته، ينشر صورة، فراح تنغر البنية وراح ينقدر مثل ما نقول ينضحك عليها بسرعة، أو راح تتعلق به بسرعة، أو راح بس مجرد يدخل لها خاص إن هي تجاوبه. فيعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي أنا أشوفه إن هو صار أسهل طريقة للزواج وأسهل طريقة للطلاق، يعني طريق قصير هو للزواج وللطلاق. مبين عليه حالته المادية زينة، مو من شكله، هو شكله يعني عادي مو حلو، بس مرتب ملابسه، مبين يعني مبين انه هو وضعه تمام. ما جيت اعرف انه عنده سياره يعني اخر موديل وهذا الشيء، لانه بس شفته بال يعني بالكليه سلمت وبقى يسولف وهذه، وبعدين راحوا، بعدين ظل تكثر جيات الكليه وظلينا نحكي، وبدينا يعني نخرج عن موضوع الدراسه مالتنا، ظلينا نحكي بحياتنا، حياتنا شلون بدأت، المعاناة اللي مرينا بيها، أنا مريت بتهجير أثرت علي، أثرت علي من ناحية إنه دائما أهلي يحكون، أنا ما واعية للموضوع، بس أهلي يحكون شقد ما يحبون بغداد والأشياء اللي صارت، اللي ما لهم ذنب، لا إحنا ذنب ولا الطرف الثاني إلى ذنب. فكنت دائما أحكي له بهذا الموضوع، وهسه من رجعنا إلى الحمد لله وشكر ما كان أي مشكلة عندنا، وضعنا تمام، رجعنا لبيتنا نفسه. فهو يحكي لي بالأشياء اللي مرت بحياته وأنا أحكي له، فالشان اللي صارت حياتنا يعني هو يعرف كل شيء عني وأنا أعرف كل شيء عنه، حتى يومي شان أقضيه، أروح جيم، أروح مكان، أروح مطعم، هو هماتين عنده نظام سيستم خاص بي، يعني حياته كلش حلوة ماكو أي مشكلة. وهو هماتين يعني صح عنده مثلا يطلع ويا أصدقائه يروح كوفي، بس ما عنده أشياء سلبية. قلت له ظلت يعني تكثر جياته للكلية، وأنا ظلت أستحي من المحيط، يعني من الصديقات يسألون وهذا الولد شنو بيناتكم علاقة تحبيه، فقلت لهم صديقاتي يعني ما أحبه، يعني مو قصة حب بس هو أشياء مشتركة بيناتنا ونسولف شنو المشكلة. فقلت لصديقتي يعني أنت هذا أنت خاف واحد يتقدم لي، تخاف واحد، يعني أصلا ما فكر بالزواج في هالمرحلة، بس قالت يعني خلينا يجي. قلت له والله كلامك صحيح، يعني هاي راح تصير علي سمعة، وأنا يعني ماكو شيء بيناتنا. من أنتي تدورين على فارس أحلامك أو الرجل يدور على فتاة أحلامه، وكأن بالمواقع التواصل الاجتماعي وكأنما دا يبحث، أنتي عندك على سبيل المثال عندك نقول دلو ب 100 كرة 90 أو 95% منها باللون الأحمر،
وخمسة من عندها باللون الأزرق، ويقولوا لك غمض عينك واسحبي من هذه الدلو. برأيك ايش قد نسبة حصولك على كرة زرقاء؟ إذا نحسبها علمية 5%، وهذا شيء أقرب للمستحيل، مو مستحيل لكن أقرب للمستحيل اللي دا يصير عندنا هالشيء. بنية تدخل على شاب، شاب يدخل على بنية، وخصوصا الانستغرام. الانستغرام مشروع صداقة وحب ناجح، مو مثل الفيسبوك. الفيسبوك لأنه أشخاص غامضين، البرنامج تحسي نوع بي من ال... احنا ما نقول همجية، نوع من الشعبية، شعبي أكثر. الانستغرام شوي برنامج مو كان اي مو الانستغرام برنامج كلاس، برنامج تحسيه رقيق، تحسيه الفلاتر الموجوده بيه لما تصورين. بعدين لما صار شركه ميتا ودمجت بينهم وبين الواتساب وبين الفيسبوك، صار الشركه واحده، قاموا يضيفون موضوع الفلاتر وغيرها. لكن ياهو اسهل للتواصل، ياهو بيه سريه اكثر. انستغرام بيه فلاتر للصور، بخيارات اكثر، شخصيتك انت منو، ما يتطلب تكتبي معلومات. ابسط شيء يعني مثلا كان يعمل في مدرسه الحب او اي هيك شيء يطلع لك، بينما الانستغرام كلاس، حاط العلم العراقي او حاط فلان علم لبناني او امريكي او غيره، يرغب، كاتب اهتماماته الموسيقى، كاتبها كتابه عربي وانجليزي، تحسي شويه كلاس اكثر، يعني بيه خصوصيه اكثر. الصوره ممكن حتى اذا تكبرت تحس على التحديث الجديد ما راح تتكبر بقد يعني فتشي بسيط، بينما الفيس تحسين يعني ما بي ذيك الخصوصيه، واشخاص تحسيهم مجهولين. بس الانستغرام اسهل. فمثل ما قلنا انت تدورين على شيء، نرجع على موضوع الطوبات. مثال اخر، شاب يدور على بنيه ملتزمه، بنيه ما نقول ملتزمه دينيا، بنيه خلوقه، بنيه تريد لها شاب خلوق، يعني ما قاعد تلقى، او راح تختار شخص راح تقول بعدين هذا مو الشخص المناسب، وكانه شخص يدور على تفاحه في حقل القمح، مستحيل راح يلقاها الا اذا غير البيئه، اللي هي شنو؟ بيئه السوشيال ميديا. هو ما يريد يعتمد على اهله، موضوع الزواج امه تختار له، او هو خجول او هي خجوله ما تريد تعتمد على اهلها، ناهي عليها فلان او علان او هيك شيء، فتقول لك ادخل موضوع السوشيال ميديا. هذا من ايجابياته، انه انا راح اختار شريكي المناسب. فحكيت له بالموضوع، قلت له يابا لا تجي بعد جياتك، قللها وخلينا نحكي اكثر شيء على رقم تلفون او على انستغرام لان شاء الله تشارك. هو يعني زعل من كلامي، قال لي انت صح تقولي هيك بس اني مشاعري تجاهك تختلف، اني بديت اتعلق بيك، اني بديت احبك. قلت له يعني احنا ما حكينا بامور يعني عاطفيه حتى نحب بعض، احنا جاي نحكي باشياء عامه. قال لا تي يعني اني صراحه واي يعني امي تحكي بموضوع انه لازم تتزوج، لان اني حالتي الماديه كل زينه، تي ما تدرين بيا اني كذا مكان، يعني بيتنا وعندي هيجي وبابا عنده معارض. المهم يعني رغبني بالماده، انا بالبدايه ما فكرت بهذا الشيء ولا يعني ما سويت له اهميه، عرفته. بس بعدين قلت لك شو هذا السبب، انه قلت يلا اوكي ينحب، الحب يجي مع الايام، بس هو وضع المادي اقدر اسوي لي مشروع، اقدر اسوي لي مكتب انه للتصميم، الاشياء التصميم، بيوت، تصميم مكاتب، لان هذا حلمي من البدايه، انه هذا المجال اللي انا التخصص مالتي لازم اكون بي، يعني اكون اسوي اسم لي. انا اشوفه هاي فتره يعني انه هو من شافه راضي يحسسه انه هو انه عنده امكانيه ماديه وراضي يتباهى، وترى تباهى هم للولد، هم للولد. بين اصدقاء انا زوجت مهرها 100 مليون، انا زوجت مهرها كيلو ذهب، انا يعني هم يتباهى، هم من باب التباهي ومن باب انه الاندفاع بالمشاعر. يا اخي انه هو مندفع، شاف البنيه حلوه، شاف البنيه انه هي يعني عجبتها فترة الخطوبة تصرفاتها، شافها يعني أنا الطمية الطمية أنه حبر على ورق يعتبر ضمان لاستمرار الحياة الزوجية. المهر؟ المهر للزوجة هو الله سبحانه وتعالى قال بمحكم القرآن الكريم وآتوهن مهورهن نحله، يعني فإنه هو هذا دين برقبة الزوجة.
انه مهما يكون مهما يكون هو لازم يدفعه للزوج. اطلق هسه، اطلق بعد 100 سنه، اطلق بعد هاي، هو هذا للزوج. عندنا بالقانون العراقي بالماده 21 يقول المهر تستحق الزوجه المهر المسمى عند الطلاق او الوفاه، وتستحق نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل الدخول. يعني حتى من ما داخل بيها زوجها مجرد حدوث العقد الصحيح انه هي زوجة تستحق المهر المسمى بالعقد اللي الزوج مانحها لها او اللي هو حقها الشرعي والقانوني. فاللي لفت نظري المعايير اللي قلناها، لما تسالين انسان قويم طبيعي شنو مواصفات الزوج او الزوجه اللي تريدها، او شنو مواصفات الزوجه اللي تريديه، راح تقول لك خلقه، نحن نربط الدين بالخلق، ممكن حنقول مستوى العلمي، بعدين الشكل، بعدين نرجع على المستوى الاقتصادي المالي. واقع الحال يقول غير شيء. بالنسبه للرجال يبحثون اول شيء عن الجمال، راح تقولي له شنو نسبه الجمال اللي تريده، حيقول لك انا اريد جمال متوسط، اهم شيء جمالها الداخلي. جمال متوسط يطلع نسبته 65% او 60%، لكن بالنسبه لمفهوم الرجال جمال متوسط 95%. هذا دراسات موجوده بعلم الاجتماع وبعلم النفس وغيرها من الدراسات اللي صارت، هذا واقع. راح يدور اول شيء الشكل، بعدين يجي على حسبها ونسبها، بعدين راح يجي على مستواها العلمي، بعدين يجي على المال، اهلها شنو وضعهم الاقتصادي، بعدين راح يجي على الاخلاق. فهل يظل يحكي بهذا الموضوع هواية يعني مو من البداية؟ بعدين أنا اقتنعت قلت له يلا مو مشكلة، بالعكس عوف المادة، الحب يجي مع الوقت، وما دام أنت تحبني يعني أنا ممكن أحبك. فإجا تقدم، أهله إجوي، وكان يعني البداية والتعارف كلش حلو، عائلته زينة، عائلته ملهم علاقة، يعني شلون اللي مخليه بحياته براحته وهو اللي يريده بحيث. بس قال لهم رأسا اجوا مع رضا، وصح امه كله انه لازم ازوجك، بس ما قالت لهم حددت له منه او مقيدته، براحته وكيفه. هم مدللي دلال مو طبيعي. فانخطبت اني، انخطبت وبعدني بالكليه طبعا. كل البنات انه هذا الولد، احنا مو قلنا انه انت عندكم بيناتكم شيء، انتم خل شي يقولون خلي يقولون، لان ها تعرفين يعني تفكير الشباب، يعني يشوفون واحد ويحكي شوي بنيه ما يقولون انه غير علاقه. المهم اني جت الحمد لله خطوبه، بحيث شك واحد حكى حاليا قال دول طريقهم زين ودولي راح يتزوجون. بالنسبه للنساء عندهم اول شيء الجانب الاقتصادي المال، بعدين يجي وراها المستوى التعليمي، بعدين يجي وراها الشكل، بعدين يجي وراها الاخلاق. المنظومه انعكست كانها بالكامل، الاخلاق حطيها اخير شيء. بعدين من تجين تسأليهم ليش طلقت، تقول لك انصدمت. ليش انصدمتي بي؟ انت تعرفتي علي على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار لك تحكين وياه كذا مده، وتقولين اني اعرف وقت، اني اوصف له يومي كليته واذكر لي اياه، وهو كذلك يوصف لي يومه، حتى اصلا ما عنده طلعات ويا اصدقاء قليله، هو يروح بس الكافيهات، يعني من مجمل كلامه انه يطلع مغربيه بحيث بالليل هو بالبيت، لان امتى كان يتواصل معها؟ لما بعدين اكتشفت عنده فد مشكله معينه. هنا انهمل الجانب الأخلاقي أو أوهمها، وهي كذلك أوهمته. ليش الإنسان من يكون طماع ويدور على فلوس، هل هذه يكون هذا الإنسان يكون بقمة الأخلاق؟ الزواج هو ليش يقول لك الأسرة هي لبنة المجتمع، هي أساس المجتمع ونواته. من أنت تبنين طموحاتك على أساس المال، وهو يبني طموحاته على أساس الجمال، شنو النتيجة راح تكون؟ أكيد الانفصال. إذا ما تجمعت عناصر معينة، توافق فكري، توافق وجداني بالأحاسيس والمشاعر، وتوافق أخلاقي بيناتهم، راح يجمع هذا الشيء، توافق نفسي راح يجمع هاي المكونات اللي قلناها والمقومات، راح ينتج زواج ناجح 100%. صار الزواج وأنا بالكلية طبعاً. أول سنة بالزواج هي ما طولنا، إحنا سنة صارت بينات مشاكل. بالبداية هو قال لي أنه أسوي 100-100، يعني 100 مقدم و100 مؤخر. أنا انصدمت بالمبلغ، بس شفت شو طبيعي، هواي بنات قالوا إحنا عادي 50، يعني المهر أنا أبد ما جاي على بالي أنه راح أسوي هيك شيء.
يعني هذا الشيء أنا اشتريت ذهب واشتريت واي أشياء وبقيت نص الفلوس يم أهلي، وعادي طبيعي اشترينا كل شيء، ما خلاني محتاجة أي شيء. وأصلاً أنا ما رحت بأهلي، أنا بيت كلش كبير بحيث إنه هو شلون السويت إنه مكان خاص بينا، وما حد يدخل لنا، وحتى هو من يجي مثلاً يطلع يجي بالبيت ما حد يدري بيه لأن مكان كلش كبير. فكأنه أنا عبالك معزولة، صح ناكل وياهم بس أقدر إنه عندي مطبخي الخاص وهاي، يعني عيشة كلش حلوة ومرتاحة بيها. وصراحة كلها حزدتنا على هذا الوضع، ومن الأهل من الأقارب ما كانوا متخيلين هذا الشيء. هو إحنا نأخذها بصورة واقعية إنه هو المهر ما يقيم ببنية أو ما يميز عن أقرانها، ما يميز عن أخواتها، ما يميز عن بنات عمها. بس هنا أنا يعني خبير بهاي الأمور وخلال عملي بالمحاكم والطلاع على الموضوع، أنا أشوف المهر العالي مو مثل ما تشوف البنات. البنات تشوف المهر العالي إنه هو قيمة إلها، إنه هو هذا راح تتباهى اليوم أنا مهر مثلاً كذا مليون، 20 مليون، 25 مليون، 30 مليون. هذا المهر صحيح هو بالبداية أكو مودة ومحبة، والزوج مندفع إنه هو ابنه يحبها، وأنا راح أخلي لها مهر أكتب لها 40 مليون، هو حبر على ورق ما راح أطلقها أنا أحبها. بس هذا هو قيد برقبة المرأة. أنا أشوفه شلون برقبة المرأة، يعني المرأة اليوم تزوجة الولد، الولد أكيد قلنا فترة الخطوبة هو راح يطلع يصير هو ملاك، ففترة الزواج راح تطلع عيوبه، راح تشوفه بغير نظرة، إنه هي احتمال ما يعجبها الحياة وياه، ما يعجبها الحياة ويا أهله، ما يعجبها الوضعية اللي هو بيه. فمن تريد تطلق، من تريد تطلق هنا الزوج راح يعارض الطلاق لأنه هو خايف من المهر العالي. يعني مثلا إذا كانت الزوجة مهرها 5 ملايين أو مثلا 10 ملايين، من تجي تطلب الطلاق من الزوج راح الزوج قبل برحابة الصدر إنه عادي يطلقها، يدفع 10 ملايين مقدور عليه مثل ما نقول. بس إذا هي مهرها 40-50 مليون، حتى لو واحد دخله عالي عنده إمكانية فراح يستحسف ما يلطيه للزوجة، راح يجبرها أما تتنازل عن حقوقها أما تبقى معلقة وياه. هو أكيد من جانب التباهي، هو يعني إنسان يجي يريد يرتبط بإنسانة مهما كانت، مهما كانت العلاقة اللي تربطهم، من أحط هيك رقم آني، هيك رقم يجيب لي بيت، يعني ما نقول بنص بغداد، يجيب لي بيت أطراف بغداد، يجيب لي بيت بمحافظات، هذا مقدم فقط، المؤخر نفس الرقم 100، بحيث الحالة تقول اشتريت كل الشيء اللي أريده وباقي الفلوس عفتهم يم أهلي. زين، ومن ضمن الفلوس اللي الطاهية انه راحت اثثت البيت باختصاص، استغلت اختصاصها وهو كذلك مهندس، وبنوا وسووا غرفة صمموها بشكل ديكور، بنت جنة فردوس نفسها على الارض. زين، النتيجة انه اكتشفت بعد فترة انه عنده عادة سيئة، وهذا الكلام مخالف لكل اللي بدأ بداية القصة. معقولة إنسان كان يخبرني بأسراره ووقته اللي دا يقضيه، معقولة ما في يوم لاحظت من طريقة كلامه أنه هو خصة اللي يتعاطى الخمور والمسكرات وغيرها من الأمور راح يثقل حلقه. دا نحكي إحنا بالتليفون، من يكتب راح يقوم يهلوس، راح يكتب كتابات إذا قدر يكتب أصلا. معقولة بهاي الفترة كليتها اللي هي طولت ويا ما اكتشفت هالشي، ما لاحظت هالشي. كان هو يجي بالليل يجي شلون احسه مو طبيعي، احسه انه بيشي مو طبيعي، يضحك هواي، يتشاقى هواي. بعدين عرفت انه هو يشرب، هذا الشرب ما حد يدري بيه ولا اهله يدرون، بس انا لاحظت. بعدين اتمنى ظل يشرب قدامي، يكمل سهرته واصدقائي يجي ولا يدرون بيه اهله، يجي يكمل السهره يعني بالبيت. فأني ما عجبني هذا الوضع وظليت دائما أتعارك وياه، قلت له يعني أنت ما ناقصك أي شيء، هو ليش يعني ما تترك هذا الموضوع؟ فظل يأذيني، يعني شلون يتعمد ويزيد بالشرب لأنه أني ما أقبل. فكانت كل مشاكلنا على هذا الموضوع، ويشوفوني الناس تعبانة وهم صح حاسدين على وضع بس ما يدرون أنه أني تعبانة. الإنسان اللي يتعاطى بشكل عام عن طريق يعني دراساتنا احنا كوصفنا يعني باحثين انثروبولوجيين او علم اجتماع او علم نفس، يعني لما نشوف الناس اللي تتعاطى الخمور ما راح يرجع على وعيه،
ثاني يوم يعني يعني بسهوله، ولا راح يقدر يعبر عن مشاعره بطريقه بحيث يتخول انه يحكي بالتليفون مع انسانه يحترمها. فكيف يعني قدر يخدعها؟ يجوز هذا الشيء صار ورا الزواج؟ لا لا لا، حسب كلام الحاله تقول انه هو طلع يشرب وانا كنت ما ادري. هذا الشيء اللي لفت انتباهي، يعني معقوله ما انتبهت؟ زين نقول هي بعدها صغيره مو كبيره، زين معقوله هو يخاف هالخوف الشديد من اهله ومحرص عليها انه ما تحكي وتقول لحد، وهو بهالجرأة والصلافة انه يشرب ويتعاطى يوميا بحيث قام يتعاطاها بالغرفه، حتى لهم بغرفه معزوله. هاي المواد بها روائح طياره تبقى بالمكان اللي واحد يتعاطى به، حتى من انسان يفوت من يم حانه، يفوت من يم ذولي بائعين الخمور، هو بالسياره يفوت السياره تعلق الرائحه تعلق بالسياره وانت ماشيه، فكيف بواحد دا يشرب بالبيت؟ اكو كلام ما بمنطقيه. زين نرجع الموضوع، هو معقوله ما لمس بها الجانب المادي؟ او يجوز هو عرف كيف يدخل لها، يجوز عرف انه هو بدك تقول له انا ما بدلك المشاعر، انه فعرف يستغلها بهذا الجانب. وهنا يجي غلطتها هي، لان هي بنت بيتها على شنو؟ على المال، على اساس مادي. فايش تتوقع شنو تكون النهايه مثلا؟ راح بالنهايه فكرت بانه انا مؤخرا اسوي مشروع، ما مفكره اصلا. حتى من تقول ايش حتاثر عليه ال 100 مليون؟ ليش ال 100 مليون هيك مبلغ يعني زهيد؟ هيك مبلغ بحيث واحد يستهين به، حتى لو واحد يريد يعطي. يعني حتى الناس اللي تتبرع بصدقات وتتبني بيوت للفقراء من الناس المتبرعين الاخيار ما ينطيش مبلغ، حتى اذا انطيش مبلغ راح يطي دفعات يعني طول السنه، ممكن يعني اذا زكى امواله ما يجوز ما يوصل هالمبلغ. 100 مليون مقدم و100 مليون مؤخر، هذه ثروه. اجلت سنه من الكليه ما كملتها لحد ما تنحل هاي المشكله، لان تاثر على دراستي وكل تفكيري وكل يوميه سهر وعرك بيناتنا، بس لا حد يسمعنا ولا حد يدري بينا. فظل يجيب يعني يشرب بالبيت، فانا بيوم من الايام كنت يعني كلش عصبيه بهذا الموضوع، فكله لبيته بالحمام، اجى لقى كوشو ماكو، فضربني ووداني لاهلي بنفس الساعه. ويعني وهماتين قال انت طالق، احنا عندنا يعني مذهبنا انه خلص هي صارت طلاق. رجعت لاهلي قلت لهم طلقني وانتهى الموضوع، ولا تحشون عن الاسباب وليش، واني تعبانه واريد انام، صار لي هوايه منايمه. هذا الموضوع تقريبا يعني 6 اشهر صار على زواجنا، اهلي ما حكوا وياي وعافوني على راحتي تقريبا كم يوم وراها، قالوا يعني قولي شنو المشكله وليش. فقلت لهم انه هو يشرب وليش ما قلتينا، والولد ما مبين عليه، وسالنا قلت لهم حتى هو اهله ما يدرون بي، انا لو يبطل بس هاي السالفه يبطلها هو الولد ما بي اي نقص، وانا رايدته وعادي نرجع مو مشكله، يعني هي خلال هالفتره العده نقدر نرجع. ابويا خابره وقال له تعال، اجى حكى وياه قال له صار وتدللون وما ادري شنو، انا ابطل بس ما بطل يعني، ولا اجى مره ثانيه انه يرجعني، بس كلام وبعد راح وبعد ما اجى. فانا قلت هذا يعني ما دام يجي قال فهذا كذاب، فخليني اروح المحامي اشوف وضع شنو، لانه الغايب ماتي اقدر يعني اخذه حقي، وهو اللي طلقني مو انا رايده الطلاق. فالمحامي قال ماشي نمشي بالاجراءات وهاي، بس انطيني رقمه خليني اتواصل وياه حتى نتفق، لانه يجوز هذا ما يريد محاكم، يجوز هو من عائله يعني معروفه وهاي، فما يريد انه توصل للمحاكم. وانطيت رقمه، هو عرقل من عرف انه صارت الموضوع جدي ولازم ينطي هاي الفلوس وهو اصلا ما محتاجها، قال اني ما امشي وياكم، شو تسوون سووا، اني اريد تتنازل عن حقوقها يلا انطيها. فمحامي قال له ماكو هيك شيء، انت اللي مطلق هي البنيه، ما يعني وانت وشهود عليك وانت موديها للبيت وهي ما طالبه الطلاق، انت طلقت. قال بس اني بس هو كلام صح وما طلقني شيخ. يعني تصرف المحامي من انه خابره وقال له بدل ما توصل المحاكم حلوها بتراضي، او بدل ما ترى المحاكم تولد كره وضغينه الصراحه، معنا جاي يشوف احنا مجرد انه شلون جابتني للمحكمه، شلون قدام العالم، شلون انا زوجتي طبت للمحكمه لازم اطلقها، يعني اكو هاي نظره غلط. فتصرف المحامي بوجهه نظري اللي راحت للاخت اللي عرضنا حالتها انا اشوفه كله صحيح، وهو هاي رساله المحاماه. المحاماه مو بس ماديات،
اليوم انا مو بس يجيني اريد اطلع ايجار المكتب، اريد اطلع عندي مصرف سياره، مصرف بيت، مصرف. هاي مو رساله المحاماه، رساله المحاماه انه اصلحه، اتاني اشوفه، اذا ما استجاب للطريق الصحيح انه انا ابدا بالاجراءات القانونيه. هنا كان المحامي كان ذكي، راد يعرف حتى من طلب رقم تليفون طليقها، لانه هو طلقها بكلمه وليس بالمحكمه. راد رقم تليفونها ليش؟ راد يعرف دوافعه هو، لان دي يشوفها هي بايعه الموضوع للاخر، هي مدى الطريقه، هي وكانه كانت تريد لها حجه. واضحه من نبره صوتها، من كلامها، من اسلوبها بحوارها، انه هي ما تريده بعد. زين، وهي لو ما كانت معوله على مساله انه راح يرجع الموضوع، راح يرجع لها فائده ماديه كبيره، كان ما طلقت. كان خافت انه يكون وضعها صعب بالمجتمع. كان خافت انه تقول لك انا شلون حرجع للجامعه بوسط زميلاتي وانا اتطلقت. بس هي تقول لك انا عندي مبلغ من المال كبير، راس مال كبير، هذا راح يهون علي كل شيء، ممكن بالمال اشتري اصدقاء، بما انه هي انسانه ماديه او كل انسان مادي، ايش ممكن بالمال اشتري اصدقائي، ممكن بالمال اشتري، بالاحرى الاصدقاء ما راح يفيدوني شيء، ما راح يجيبوا لي فلوس، ممكن اشتري مثل ما قالت كذلك، اشتري انه تجيب وياها مساعدين او تجيب وياها شركاء يساعدوها بمشروع الناجحية. ما كانت تفكر ببناء أسرة بقد ما كانت تفكر بتكوين نفسها، الجانب المادي حصرا. فالجانب القانوني كان سليم، قالها حلي الموضوع بطريقة سلمية، شاف دوافعها مادية، والأخ الزوج زوجها أو طريقها بعد ما دا يريدها، لأنه ليش؟ لأنه هي حاملة سرة، فهو يقول لك أشتريها بالفلوس وأتشفى الشر مالتها. الموضوع اللي لفت انتباهي أكثر من الطرفين مسألة تهاون الأهل للطرفين. أهل البنية ما عندهم مشكلة، بيتهم ما صار لها 6 أشهر من الزوجة ورجعت لهم مضروبة ومطلقة لسبب كبير هو، بس كان ممكن أنه يحجون وياه، والولد كان عنده بوادر، قال لهم أنا مستعد أبطل، والولد قطع، ليش ما رجعوا وتواصلوا وياه؟ المسألة اللي تدق أكثر أهله، أهل الطليق، طليق الحالة، لا جو يسألوا ولا اتصلوا ولا اهتموا مثل ما جو يخطبوا لو كانوا فرحانين بي حسب وصفة الحالة، بحيث قد ما كانوا فرحانين بيهم وليس بابنهم فقط، لأنه لو ما شافوها وارتاحوا لها منو مضطر يسوي له سويت كامل؟ تعرفين أنت غريزة الأم وحبها حبها وشغفها بابنها، وهذا يعني هم عائلة ثرية أكيد مهتمة بي وأكيد تريده، فهي عزلتها بطابق بوحده وشمرتها يبقى مع مرته، فريسه سهله قد تقلب على اهله. اكو شيء غير منطقي، اكو فت حلقه مفقوده بهالقصه هاي. معقوله اهله ما جو يسالوا؟ معقوله اهله ما جاوب المحكمه؟ هل من المعقول يعني هاي الاسره ما قالوا لها مرتك وينها؟ ليش طلقتها؟ زين شنو كان هو جوابه لها؟ زين هي ما يهمها سمعتها انه ليش طلقها؟ قد يكون هو منطيهم سبب، قد يقول لهم انه انا تزوجتها عن طريق الانستغرام. فظل يعني يتناقش دائما ويا المحامي ويقول له اني ما اطلق، وش تسوي؟ خلي تسوي، خلي تتنازل، لانه انا ما انطي 100 مليون وهذا الحكي حكي صح، احنا تهورنا وهي ما تستاهل. فاني قلت له خلي انا اتفاهم وياه، فحكيت وياه قلت له انا ما قد ضربتك على ايدك وقلت لك تعال انطيني 100%، انت ردت هذا الصيت وانت ردت تشوف العالم انه عندك فلوس وخلاص هذا حقي، وانت طلقت خلاص يعني لو تعطينا حقي لو يعني بعد اني لا راح اقول لهم سم شنو، انا راح اسوي المحكمه وكلها من صالحي، كلها وياي، المحكمه وياي، وانت ما محتاجين اصلا، يعني انت شنو تريد تذلني؟ وهذا حقي يعني ما مسوي شيء، هذا الشرع، وانت اللي جنيت على نفسك وانت اللي خليت هذا الرقم، ما شارطين عليك احنا. طبعا هو لا رداها بمسبه، رداها بحكي، ورداها يعني كلام ما اريد احكيه. اكثر حالات الطلاق بالمحاكم يكون الطلاق الخلعي اللي هو طلاق بالتراضي، يعني تتفقون انه مثلا هي مهرها 100 مليون يتفقون يعطيها جزء، يعطيها 25 أو 50 مليون على أنه تتنازل أمام القاضي عن جميع حقوقها الباقيات، إذا كان عندها أطفال أو إذا كان تتنازل عن أثاث الزوجية أو تتنازل عن النفقات الماضية والمستمرة إلها. فتروح قدام القاضي تقول له أنه طلاق خلعي بالتراضي، يدون بمحضر الجلسة أنه هي مثلا تنازلت عن جميع نفقاتها، تنازلت عن نصف مهرها أو كل مهرها أو أخذت شيء بسيط، يعني هذا كله يثبت بمحضر الجلسه.
فأنا أشوف هو هذا أسهل وأفضل طريق للطلاق، أحسن من محاكم ودعوة إثاث زوجية ودعوة مهر مؤجل ودعوة نفقة، أن يقعدون الأزواج يقعدون وياهم ناس خيرة، يقعدون وياهم ناس تفتهم، أنه يقولوا لهم أنه هي راح تتنازل مثلا عن نصف مهرها، تتنازل عن إثاث الزوجية، تتنازل عن نفقاتها، ويكون الطريقة سلسة. حكيت وياه بيومها قال أنا ما أنطمية، يعني أنت لازم تتنازل. قلت لا ما أتنازل، أنا ما أتنازل، أنا أريد حقي. فصار كلام صار منا ومنا يعني، وبعدين قال للنص يعني 50 مو 100، وبيناتكم بالتراضي تبطيها وشي، وحتى نروح نطلق محكمة وأنتم بيناتكم متراضين. فأني قبلت على 50، قبلت قلت يعني أوكي ما عندي مشكلة. هو قال أوكي. أبسط شيء يقدر هو يدافع به عن نفسه، يقولش مثل ما تعرفت علي على إنستغرام لقيتها تعرفت على غيري وأني ما تحملت وما قدرت أقول لكم السبب، وأني مضطر أنطي 50 مليون ساومتها مكان ما أنطي 100 لأن ما عندي دليل ملموس. ممكن هذا الأشياء واردة. وبالإضافة له أهل البنية هم من الطائفة الكردية ما سألوها بالبداية من جدتي، كان أكو هدوء وروية بالموضوع، تركوها 3 أيام أو هيك شيء أنه تفك أنه ترتاح نفسيا وتنام وتهدأ ما تجاوبهم. وردة فعلهم كانت باردة، يعني الأهل الظاهر يعني أيضا يشجعون على مسألة الزواج المادي. فهنا يجي دور إهمال الأهل وعدم الرقابة على أولادهم، فضلاً عن الأفكار السلبية للطرفين، واحد طرفه مادي وواحد طرفه كان شهواني. فش راح نتجنى هذه الحالة، لأنه زواج الأنترنت قد يكون بريء من هيك مسائل. صح هو حظي نصيب، لكن الجيل وعى بعد من كلمة واحدة تعرفين المقابل شنو. أبسط شيء تقول له أنت وين، دزلي جي بي أس مادتك على جي بي أس، دزلي لوكيشن موقعك أنت وين. نفس الشيء الزوج يسأل زوجته دزيلي اللوكيشن مالتك انت وين. معقولة ما فكرت بهالأشياء اللي هو دا يسويها بالبداية؟ ما صارت أكو غيرة فترة الخطوبة؟ وين انت حبيبي؟ وين صرت؟ لأن هم تعارفهم كان صداقة طبعا، وهذا موضوع الصداقة بوحده يراد لحلقات طويلة، لأنه قد نكون أنا وأنت ما مرينا بهالموضوع. مو مسألة أنه إحنا موضوع تعدانا، نقول بالعمر إحنا بعدنا الحمد لله والشكر يعني بعد في مقتبل العمر، لكن أخلاقنا ما تسمح لنا أنه نتعرف على ناس أغراب ونروح نلتقي بهم بمكان عام ونقعد بكوفي، لأن مفهوم الصداقة بالنسبة لنا منحصر بالجنس نفسه. صديقتي بنية، صديقي ولد، ما محدود. حتى الولد والبنية اللي أنا مصادقهم لازم أهلي، أنا ولد لازم أهلي يعرفوا منو، زين ابن منو، وظيفته شنو، مكانته الاجتماعية شنو. والبنية بعد أكثر، أهلها أمها تسألها من هي هاي، اعطيني رقم أمها، خاف تروحين يمها أتواصل وياها. بينما هسه تشوفين موضوع الصداقة والبوي فريند والإكس والكراش وغيرها مصطلحات. وهاي وين يا ستي؟ هاي بالجامعة. إحنا دا نحكي مواقع التواصل الإنترنت لا ممثل صف ولا شيء، يمثل نفسه. وده يجي يصير صديقي ويدخل لي وأفرغ له يومياتي وأفرغ له. الأهل هنا لازم دورهم، والله الله يعين الأهل صراحة على هالجيل. طبعا مو كل حالة بدون عقل، هو بس بحالة السكر يكون بدون عقل. فإذا أشوف أنا جاي أشوف تصرف المحامي صحيح ووجهة نظره صحيحة، والبنية استعجلت يعني أنا جاي أشوف استعجلت لأن أكو كانت لازم تسلك. إذا هي تقول مو أهله ما يدرون بيشرب، وأهله مطينا مطلق الحرية، هذا شيء غلط. احتمال إذا راحت حادثة والده أو حادثة والدته أو حادثة هاي، احتمال يقدرون يصلحوا له، يقدرون عليه، يقدرون يحطوا المراقبة. إذا هم عندهم إمكانية زينة يقدرون مثلا يقطعون عليه المصرف مال الشرب أو مال هاي، يقدرون يقطعون عليه. فهاي حلول، كلها حلول. بس مال الآن ألجأ للقضاء مباشرة وأطلق وأنت بنية بمقتبل العمر، يعني احتمال ينصلح بالمستقبل. المهم بعدين اني قلت للمحامي امشي سوي قضيه وما عليك بي، ايش يريد يسوي خليه يسوي. قال لا تفهم، واني ما اريد اسوي شيء، معوده هذا مو اخافي، هذا ما دام يشرب اخاف يجي يعتدي عليكم ويسوي لك مشكله. صح يعني هسه القانون يحميك، بس احنا منتجين للواقع من يسوي شيء ويضركم، لانه هو الظاهر يتهدد.
وهي المحامي يقول لي يهدده، فخلي نسويها بالتراضي، ماكو غير هذا الطريق افضل الك وإله. قلت له ما يخالف بالتراضي. صارت بيناتنا قاعده، طبعا اني ما وكلت لا والدي ولا اخ ولا اي احد ولا حتى المحامي، اني شغلتي قلت اخلصها بايدي. صح ابويا وياي بس اني مخليني ابويا انه احكي وشنو اريد اني، لان هاي قضيتي اني، هاي مشكله اني يعني مريت بيها وما حد راح يحس بيها، واني ما اقدر اكمل ويا غيري بالنسبه لها الشرب لا شيء يعني، وتكمل وتعيش على مود الفلوس وتقدر تسوي كل شيء، بس اني شفته ما بيه فايده وراح يتعبني، وحتى اللي راح يترك الشرب راح يمكن يحتاج لسنوات. يلا ما لي خلق هذا الموضوع، بدايه حياتي، فكان وما حبيته اني يعني، حبيت الماده، فخلينا نطلع بالمعروف مثل ما دخلنا بالمعروف. وهذا كلامي دائما احكي كنت ويا اهلي، وهذا الموضوع طبعا طول، احنا ليش قلت السنه، احنا 6 شهور زواج وهي 6 شهور يلا صار الطلاق. انا والله نصيحتي لاغلب البنات المراهقات حاليا انه لا تنجر وراء الفلوس، يعني انه هي هذا ما دام عنده فلوس لازم انا استغل، لازم اتزوج، وانصح الاهل هم، الاهل قاموا يسوون البنيه سلعه انه يتفاوضون ويا الازواج. فنصيحتي للاهل انه انت هالبنيه امانه برغبته، فانت من تعطيها شخص عاقل فاهم، شخص تعرف اصله، تعرف اصله، مو مجرد انه عنده فلوس هذا خير، او بالعكس هو الفلوس هي مصدر كل الشرور. يعني انا باعتباري اتناقض ويا فرويد، اقول الفلوس هي مصدر كل الشرور، يعني هذا عنده فلوس احتمال يأذي بنتك، احتمال يسوي علاقات خارج البيت الزوجيه يشرب. فانصح كل البنات وانصح الاهل انه لا يطلبون مهور عاليه ولا يدورون فلوس. يعني انا قدامي صار باحد القضاة انه هو مهر البنيه كيلو ذهب، رفض ما عقد لهم. فلذلك هو من رفض ليش رفض؟ لان يعرف تبعات هذا الشيء، تعرف انه طابين على طمعه. فنصيحتي للاهل وللبنات انه لا يعني لا تتزوجين عن طمع، لان الزواج باب اذا فتح وطبيت من هذا الباب بعد ما تقدرين تطلعين الا بمشاكل وخسارات نفسيه اكثر من الخسارات الماديه. رحنا محكمه، انا لا اغراضي ما اخذتهم وكل شيء ما اخذه، فقال انه شكو لك سويت شيء بالمهر هذا كله لك، فاني هذا اللي سويت كله فرقته واخذته. صح هو انقار من هذا الموضوع لانه احنا تعرفين اني مصممة وهو حاب هذا الشيء، فمن سويناه أخذنا وقت وسوينا ديكورات والأشياء اللي نريدها، تعبنا بيها ذكريات حلوة، بس هو ما قدر هذا الموضوع. مدام هو اختار طريق المنكر فخليه يخلص بي، فأخذت كل شيء آني. طبعا أكو أشياء احتفظت بيها وأكو أشياء بعتها، وصار الطلاق وانطاني المؤخر، طبعا دفعة واحدة انطاني اياه. أني بعد ما انتهت العدة مالتي بديت إنه لازم أرجع للدراسة، فبدت من بدت الدراسة رجعت، ورجعت شافوني إنه صح متغيرة وتعبانة، وقلت لهم أنا انفصلت، كلها انصدمت إنه أنتي هيك شخص انفصلتي عنه، ما ذكرت السبب وما حد يدري بالسبب. حتى المحكمة من قلنا إحنا متفقين على الطلاق، ما قلنا إنه شنو هو السبب، أهله يدرون ما يدرون ما أعرف، لأنه لا يجوا ولا وصلوا ولا شيء، بس هو كان يجي ولا خابروا، يعني ما عندهم أي مشكلة أروح أني يجيبوا لي 4 غير بنفس اليوم يزوجوا، ما عندهم أي مشكلة بهذا الموضوع، هم المهم هو عايش مرتاح هذا اللي عندهم. فما قلت بالموضوع وتحفظت عليه وقلت هو الله يهدي، إذا يرجع لي مرة ثانية لا ما أفكر إنه أرجع له، لأنه أنا ما أريد أزوج مرة ثانية على مود المادة. صح أنا هسه إني عندي أسوي لي مشروع، بس بعدني يعني ما يعني تأخرت بالدراسة، فأريد أكمل وأريد همتين إنه بعدها أدخل دورات إنه أطور نفسي أكثر، وادخل بشركات هماتين اشتغل وياها مو وحدي راسا، لانه احتاج خبره، احتاج الوضع شلونه، تعرفين مو ادخل مشروع اقتصادي ويخسر، لازم ادخل هماتين شلون ادير هذا المشروع حتى ان شاء الله ينجح. السبب الاساسي كانت تدرس قبل في العهود القديمه وليس في عهد السابق فقط، اللي قبله واللي قبله، ماده التربيه الاسريه.
زين القي لي هسه مقرر دراسي يدرس ماده التربيه الاسريه، حتى القسم الوحيد ماده التربيه الاسريه كان يدرس بالجامعه العراقيه او في كليات التربيه سدوه، انسد القسم انسد. الاخلاقيه كان حاله حال درس الرياضه، احنا خلينا درس نروح نلعب بيه رياضه، بس اقصد ماده الاسريه، والاسريه كان يدرسها الطالب هو صغير، الاولاد يعلموهم حرف معينه والبنات يعلموها حرف معينه، كانوا يهيئون الجيل للمستقبل، يعلموه آداب الطعام من يقعد، يعلموه كيف يحترم، هذا عدد التربيه الاسلاميه طبعا، وبالماده اللغه العربيه يجيبوا لك بالتعبير، تكلم عن الاخلاق، تكلم عن العادات السليمه، تكلم عن حب الوطن وغير هذا من تهمنا بغض النظر عنه، بس كانت ماده الاسريه كانوا يبنون جيل للمستقبل. احنا افكارنا منين جبناها؟ الايديولوجيا مال المجتمع مالتنا منين، يعني منين مشتقه؟ مشتقه اولا من سياسه الدوله، سياسة الدولة هي اللي تمول شنو؟ اللي تمول الأفكار الرئيسة لوزارة التربية، وكذلك سياسة الدولة وفلسفة الدولة تهيئ لك القنوات الإذاعية شتبث الموجودة هنا، بغض النظر عن يعني بغض النظر عن القنوات المتطرفة وغيرها الله يبعدنا عنها، بس تمول يعني تمولهم بالأفكار، ريدكم تسوون لنا حملة توعوية مثلا عن واقع الأسرة، عن خطورة الانترنت على الصغار، خطورة حمل الشاشة السوداء بإيدهم، هذه نافذة العالم بعيد كل البعد. ففلسفة الدولة كذلك تتدخل مثل ما قلنا بالتربية مال المدارس، وتتدخل مسألة وسائل الإعلام، وفلسفة الدولة تنشر الوعي عن طريق وسائل مختلفة، عن طريق أحزابها وتجمعاتها الموجودة. احنا من نقول أحزاب مو بالضرورة يكون هذا التحزب في شيء سلبي، بالعكس قد يكون التحزب لجماعات موجودة عندنا، جماعات غير متطرفة، هذا شيء سليم. الأب يأخذ ابنه مثلا لمجالس العزاء، للأفراح، مناسبات دينية وغيرها، راح يتطبع بطباع الأهل وطباع المجتمع، وهكذا راح ننتج لنا جيل احنا واعي ومثقف وفاهم ويحب المجتمع من هالشيء. طبعا أنا ما أنصح أي بنية حتى لو كان عندها حلم وتريد تحققه فتحققه هي بنفسها، مو إنه زوج يجي غني حتى يحقق لها. أنا هذا الغلط اللي دخلت به وطلعت منه الحمد لله بهيك أقل خسائر، لأنه كان ممكن يصير هواي أشياء، لأنه اللي عنده مادة واللي ما عنده عقل بنفس الوقت هو من يروح عقله يقدر كل شيء يسوي، والله كفاني الشر. الحمد لله وشكرا على كل حال.